جمهورية مصر العربية أمامكم حفل استصدار الرأي الاستشاري الذي قدمته جمعية العامة للأمم المتحدة الذي طلبته منكم الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعد عقود من الاحتلال والتشريد والتمييز العنصري والعنف الممنهج والمعاناة البشرية التي يواجهها شعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي. إن المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا غزة مستمرة، إذ استشهد 29 ألف فلسطيني حتى الآن وهرب أكثر وشرد أكثر من 2 مليون فلسطيني في انتهاك واضح للقانون الدولي. إسرائيل وبشكل متعمد وبشكل مستمر تعمل على خلق ظروف حياتية مستحيلة في قطاع غزة، إذ أنها تفرض الحصار وتفرض سياسة التجويع وتمنع وصول المساعدات الإنسانية، وإذا ما وصلت تمنع توزيعها من خلال القيود وأعمال القصف المستمرة، والآن تخطط لاقتحام رفح التي يوجد فيها أكثر من 1,300,000 فلسطيني، إذ أن إسرائيل مستمرة في هذه السياسات التشريدية والتهريجية بحق الشعب الفلسطيني، ويفشل مجلس الأمن الدولي في المناداة والدعوة من أجل وقف إطلاق نار دائم في الأراضي الفلسطينية، ويتضح بأن إسرائيل تستمر في هذه الممارسات وفي الضفة الغربية، إذ أنها تفرض قيود على الحركة وتقوم بأعمال اقتحامات وتهدم منازل الفلسطينيين وتسمح للمستوطنين باستخدام العنف ضد مواطنين الفلسطينيين، وتعمل على زيادة بناء المستوطنات بشكل كبير والبناء التحتية الخاصة في هذا ذاهبة بحل الدولتين إلى المجهول. إن هذه الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي، هذا الانتهاك الذي يهدف إلى تجريد الشعب الفلسطيني ممتلكاته وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وجعل هذا الاحتلال غير القانوني الدائم، إنه من الصادم. وفي هذه اللحظات الحرجة أن بعض الدول وبدل من أن تمارس مسؤولياتها من أجل إنفاذ قانون الأمم المتحدة وتشجيع الرأي الاستشاري لها رسالة مختلفة، بدلا من التركيز على احترام القانون الدولي. السيد الرئيس في هذا البيان سأركز على 4 نقاط، وأما النقطة الأولى فهي ولاية واختصاص المحكمة الموقرة والإطار القانوني في معالجة الاحتلال الإسرائيلي المنتد والانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني فعل هذا الاحتلال، بالإضافة إلى استخدام مفهوم الدفاع عن النفس كمبرر وسبب للاستمرار في العدوان. أولا سأبدأ بموضوع الاختصاص والولاية، إذا أنا دول أعضاء بعض دول الأعضاء تعارضكم في استخدام الولاية والاختصاص في القضية المطروحة أمامكم، ويحاولون القول بأن قراركم سيؤثر على المفاوضات السلام بين أطراف الصراع، ولكن هذه القضية غير مقنعة ونعارضها، ولا بد من النظر في الطلب الذي قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على التفويض الممنوح لها على أساس الميثاق الناظم للأمم المتحدة وكذلك المبادئ الدولية. إن هناك أكثر من رئيس شاري صدر عن محكمتكم بشأن مواضيع الأسلحة النووية ومسائل أخرى، وبالتالي الولاية والاختصاص متوفرة، خاصة بأن هناك حاجة لممارسة مثل هذا الاختصاص هذا اليوم. الجمعية العامة للأمم المتحدة رجعت إليكم بهذه المسائل القانونية والتي تتطلب استجابات قانونية وذلك ممارسة لصلاحياتكم، وأستذكر هنا بأن هذه المحكمة أصدرت قرارا
بناء على مسؤوليتها اتجاه القضية الفلسطينية، إذ أن الأمم المتحدة مسؤولة عن القضية الفلسطينية إلى حين يتم تقديم حل عادل لهذه القضية. وفي هذا السياق أصدرتم حول جدار الفصل العنصري رأيا استشاريا، ولم يضر ذلك بأي جانب من الجوانب التي تساعد في الوصول إلى حل هذا الصراع. وهذا القرار صدر عنكم ولكن لم يكن هناك تفعيل له على الأرض، كما أن هناك عناصر أخرى يمكن استحضارها لإيضاح اختصاص المحكمة في إصدار رأي الاستشاري حول هذه القضية بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة التي طالبت محكمتكم بلعب دورها تجاه القضية الفلسطينية في هذه اللحظات الحرجة، وذلك من أجل تشجيع حل السلام في الوقت الذي يختفي فيه أفق السلام. إن ممارسة الولاية في هذا المجال مهم جدا للكثير من الأسباب القاطعة وفق نظرة الجمعية العامة للأمم المتحدة. إن منطقة الشرق الأوسط يرنو للسلام والاستقرار، السلام الدائم والشامل والعادل بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس المبادئ الدولية، والتي بمقتضاها يتم قيام الدولة الفلسطينية على الحدود ما قبل 67 والقدس الشرقية عاصمة لها، إذ أن الرأي الاستشاري سيكون مرشدا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل تحقيق هذا الغرض. النقطة الأخرى وما يتعلق في الانتهاكات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، إذ تستمر إسرائيل في احتلالها لفترة زمنية طويلة بدأتها منذ عام 67. القضاء المؤكرون إن فلسطين تعرضت لأطول احتلال في التاريخ الحديث البشرية وفرض الوقائع على الأرض من أجل تمديد عمر هذا الاحتلال. إذا إسرائيل بدأت بزراعة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفرض الحقائق على الأرض وتفتيت الأراضي الفلسطينية والعمل على شردمتها في انتهاك واضح للقانون الدولي، وممثلي دولة فلسطين أوضحوا أمام هذه المحكمة بأن إسرائيل تقوم بأعمال استعمارية واستيطانية، حيث عملت على نقل المواطنين المدنيين الإسرائيليين أي المستوطنين ليعيشوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليصل عددهم إلى 750 ألف مستوطن، مغيرين بذلك الطبيعة الديموغرافية والجغرافية للأراضي الفلسطينية. وهذه عملية ضم على أساس الأرض الواقع في انتهاك في تنفيذ واضح للتشريعات والقوانين التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي. وهناك دول قليلة جدا من يدافع عن السياسات الإسرائيلية، وأن هذه الأعمال غير شرعية وغير قانونية وتمارس على أساس الاحتلال، إذ أن الاحتلال الإسرائيلي احتلال غير قانوني وغير شرعي وفق قرارات الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الدولي، ولم يكن أي قرار عن الأمم المتحدة سوى ذلك. إن مصر تقدم مقترحها وترى بأن الاحتلال والأمر الواقع غير قانوني وغير شرعي وخطير جدا، وكما أوضح المشاركون في هذه الجلسة بأن هذا الاحتلال فيه انتهاك للميثاق الدولي، إذ أن إسرائيل في احتلالها الممتد يقوم على أنظمة غير قانونية وتطبيق لتلك القوانين بشكل مستمر. والمحكمة صنفت بأن الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة أمر محظور، وأن مبدأ تقرير المصير أيضا هو واحد من معايير القانون الدولي الواضح والقاطع والذي لا
يمكن انتهاكه تحت أي ظرف. وأيضا هناك حذر واضح للفصل العنصري ولمحاولة إخضاع شعب آخر لسيادة دولة أخرى. إن هذه السياسات والممارسات غير القانونية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب أن يتم مراجعتها وتقييمها. وفيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، فإن الدولة المحتلة يحظر عليها تغيير الوضع القائم في الأراضي التي تحتلها وتمنع من ضم أي جزء من تلك الأراضي، ويكون لها صلاحيات في القيام ببعض الأحداث أو الأعمال وفق الاحتياجات التي قيدها وحددها القانون الدولي، ولا يمكن لها أن تتمدد في الأرض التي تحتلها. أيضا إن الاحتلال المعادي يكون أولا مقيد بالقانون على أساس أنه احتلال مؤقت وأنه لا يمكن أن يمارس السيادة على الأرض الواقعة تحت احتلاله أو تغيير نظام تلك الأراضي أو إخراجها عما هي عليه بفعل الاحتلال. إن قوة الاحتلال هي بمثابة إدارة أمر واقع تحاول فرض سيطرتها على سكان الأرض المحتلة والعمل معهم بشكل منفصل وضمن مؤسسات منفصلة عن تلك الموجودة في الدولة التي تقوم في الاحتلال كان لاتفاقية جنيف الرابعة، والتي فيها تحديد وتعريف واضح لمفهوم الاحتلال. إن تغيير معالم الأراضي المحتلة على المستوى الجغرافي والمستوى الديمغرافي أصبح أمر واضح في الأراضي الفلسطينية تعمل على ترحيل السكان.